بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذا هو الدرس الذي وقبل الأخير إن شاء الله، وقد وقفنا في شرح هذا الكتاب المبارك على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، على بيان حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذه الحقوق وفصلوها وبينوها، فمن هذه الحقوق ما هو واجب وفرض على كل أحد يؤمن بأنه رسول الله، ومنها حقوق مستحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه خير هذه الأمة وأفضل الخلق عند الله جل وعلا، فإذا لا بد أن تعرف الأمة الحقوق الواجبة عليها تجاهه صلى الله عليه وسلم. وأنا أجملها لكم فيما يلي: الحق الأول من حقوقه صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالته وأنه رسول الله جل وعلا حقا وصدقا، فنؤمن بأنه رسول الله من غير اضطراب ولا شك. قل الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. ويقول الله جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ويقول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا هذا أول حقوقه على أمته، أن تؤمن برسالته وأنها حق من عند الله جل وعلا. الحق الثاني الإيمان بعموم رسالته لجميع الثقلين كما بينا سابقا في العصر، في درس العصر. فمن زعم أن محمدا مبعوث للإنس فقط فقد كفر، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما هو مبعوث للعرب فقط فقد كفر، بل رسالته عامة للثقلين الإنس والجن. يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الأحمر والأبيض والأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى الجن في بعض الليالي حتى يخبرهم بشريعة الله جل وعلا. فإذا هو مبعوث إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، فمن أطاعه فقد استحق الجنة، ومن عصاه فليس له إلا النار والعياذ بالله. الحق الثالث الإيمان الجازم بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، هذا من حقوقه على أمته، فليس ثمة نبي يكون بعده عليه الصلاة والسلام كما بينا سابقا. الحق الرابع طاعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمرنا به. قل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعته صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل من آمن به. ومن حقوقه علينا ترك ما نهانا عنه وزجر، فكل شيء نهانا عنه من الشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي، من الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن شرب الخمور، ومن السرقة، ومن التعدي حدود الله جل وعلا، كل ذلك يجب علينا أن ننتهي عنه إذا كنا مؤمنين بأنه رسول من عند الله حقا وصدقا. ومن حقوقه أيضا على أمته صلى الله عليه وسلم وجوب قتال من لم يؤمن به، وجوب قتال من لم يؤمن به. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على الأمة قتاله حتى يؤمن أو يموت، وإن كان من أهل الكتاب أو يدفع الجزية. يقول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. ومن حقوقه علينا تصديقه في كل ما يخبرنا به من الأخبار، سواء من أخبار الكتاب أو صحيح السنة، فما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا يمكن أن يجوز عليه الخلف مطلقا. فأخبرنا بأن لنا ربا وله أسماء وصفات، وأخبرنا أن هناك يوما آخر، وهناك سؤال للقبر وعذاب القبر، وغير ذلك من الأمور التي أخبرنا بها، فالواجب علينا أن نصدقه في خبره. ومن حقوقه علينا أيضا أن لا نعبد الله إلا عن طريقه، إلا عن طريقه، كما بينت لكم سابقا وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبده بالأهواء والمحدثات المنكرة والبدع. هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن تنطوي عليه قلوبنا نحن معاشر المسلمين، نحن معاشر المسلمين يجب علينا أن تنطوي قلوبنا على أن كل عبادة خولف في شيء من متعلقاتها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة. وسوف يأتينا الكلام بعد قليل عن البدع وأقسامها وأحكام أهلها بإذن الله جل وعلا. ومن حقوقه على أمته أيضا تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول في هذه الدنيا، فلا يجوز أن نتقدم بين يديه بقول ولا بفتية ولا برأي ولا بعقل ولا هوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تعبدوا حتى يشرع عليه الصلاة والسلام، ولا تعبدوا حتى يشرع. فلا يجوز أن نعارض قوله بقول أحد من الناس كائنا من كان. ولما ناقش بعض التابعين ابن عباس رضي الله عنه في مسألة مشروعية المتعة، حدثهم ببعض الأحاديث التي فيها مشروعية المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا ابن عباس، وهذا مذهب أبي بكر وعمر، يعني أن ما في متعة. فغضب ابن عباس حتى قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فهذا هو الواجب على الأمة جمعاء، أن إذا ذكر الحديث أن لا نعارضه بشيء كائنا من كان. وفي الحديث الذي يروى وإن كان في سنده ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. ومن حقوقه أيضا على أمته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشر. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة عليه عند ذكر اسمه، والقول الصحيح عندي أنه واجب، فمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فعليه أن يتوب ويستغفر من هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فلو كان الأمر على الاستحباب لما استحق تارك الصلاة أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والبخيل هو من يمنع ما يجب لا من يمنع ما يندب. فلما كان تارك الصلاة عليه عند سماع اسمه موصوفا بأنه بخيل، دل ذلك على أنه ترك شيئا إيش؟ ترك شيئا واجبا. ومن حقوقه علينا معرفة حق قرابته، معرفة حقه في قرابته من أزواجه وآل بيته صلى الله عليه وسلم. قولوا عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحفظهم وأن نرعى حقوقهم وأن نؤدي لهم حقوقهم وأن لا نظلمهم وألا نقدح فيهم ولا نثرب عليهم. والقول الصحيح عند جماهير أهل العلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جملة آل بيته. ومن حقوقه أيضا علينا حفظ حقوق صحابته صلى الله عليه وسلم. فمن قدح في أحد الصحابة كلا أو بعضا فقد قدح ضمنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يعرف حق الصحابة ويعتقد فيهم المعتقد الصحيح فهذا قد جاء بما أوجب عليه الله جل وعلا من حق رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على كل محبة، فيجب علينا أن نحب رسول الله أكثر من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولن يذوق عبد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان إلا إذا قدم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما من الناس. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه ثمان أشياء دائما يحبها الناس، هي التي يحبها الناس. يقول الله جل وعلا: إذا كانت هذه الأشياء الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا تهديد وعيد ووعيد شديد على من قدم شيئا من هذه المحاب الثمان على محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، على محبته صلى الله على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه جملة الحقوق التي يجب علينا أن نقوم بها تجاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، هذه دليل على حق من حقوقه وهو وجوب طاعته. طيب، ما المراد بأولي الأمر منا؟ اختلف العلماء فيهم على أقوال. منهم من قال المراد بهم الأمراء، الأمراء هم ولاة الأمر، ومنهم من قال هم العلماء. والقول الصحيح أن ولاة الأمر هم كلا الطائفتين، فالعلماء من ولاة الأمر والأمراء من ولاة الأمر. فولاة الأمر في تطبيق الأحكام وتنفيذها وترتيب أمور الناس في معاشهم ودنياهم وتنسيق الأنظمة لهم وتأمين السبل لهم، هؤلاء هم الأمراء، هم ولاة الأمر في هذه المسائل. وولاة الأمر في بيان الأحكام الشرعية وتعليم الناس العلم الشرعي وتأليف الكتب ودلالة الناس على الخير هم الأمراء. ولا تستقيم أمور البلد إلا إذا اتفقت هاتان الطائفتان ولم يكن بينهما أي شقاق أو نزاع، فإنه ما حصل بلاء في البلاد إلا بسبب الفجوة التي يبثها أعداء الملة والدين بين العلماء والأمراء، فيشككون الأمراء في علمائهم ويزهدون العلماء في طاعة ولاة أمرهم فتحصل البلايا والشقاق والخلاف والنزاع في البلد. ولذلك لا تزال هذه الدولة المباركة وفق الله قادتها وعلماء لكل خير، لا نزال نعيش في أمن عظيم بسبب بركة دعوة الشيخ العلمية المؤيدة بحكم آل سعود. ولما اجتمع سيف محمد بن سعود مع علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب اجتمع علم العالم وسلطان وسيف السلطان، حينئذ تحققت المصالح العظيمة التي لا تزال البلاد تجني ثمارها اليانعة وتتفيأ ظلالها الطيب الوافد. ونسأل الله أن يحفظ علينا بلادنا وأمننا وعلماءنا وأمراءنا، وأن من أراد ببلادنا سوءا أو تفريقا بين الأمراء والعلماء أو بين العلماء وشعوبهم أن يجعل كيده في نحره، وأن يرده عنا خاسئا مدحورا، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. فولاة الأمر هم العلماء في المسائل العلمية الشرعية، وهم الأمراء في المسائل الدنيوية النرامية، فلا خلاف في ذلك ولله الحمد والمنة. والشاهد من هذه الآية وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نفس الشاهد. نعم. نفس الشاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم. حديث ابن عمر حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس فيه دليل على ما قررته سابقا، وهو أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وجوب قتال من أنكر شريعته ولم يؤمن به. والحديث الآخر في قوله جل وعلا، وهي الآية الأولى أو الآية الثالثة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية استدل بها العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا على حجية السنة، أن السنة حجة، وقد أجمع علماء الإسلام على أن السنة حجة، ولم يخالف في ذلك إلا جماعة من أهل البدع كالخوارج والرافضة وغيرهم، فهم لا يرون أن السنة حجة، ولكن العلماء مجمعون على أن من زعم عدم حجية السنة على وجه الإطلاق وأنها ليست دليلا شرعيا فإنه كافر مرتد. من قال إنه لا يستدل إلا بالقرآن فقط ولا يستدل بالسنة فإنه كافر. فالسنة يؤخذ منها التشريع كما يؤخذ من القرآن، فالسنة تدل على القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتعبر عنه وتفسره، بل إنه في السنة بعض التشريعات الجديدة التي لا نجدها في القرآن، مثل تحريم الحمر الأهلية، هذه لا نجدها في القرآن وإنما هي حكم مستقل في السنة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يشرع تبليغا عن الله جل وعلا، فمن أنكر حجية السنة فإنه كافر. ولذلك لما جاءت امرأة لابن مسعود وقالت له يا ابن مسعود سمعتك تقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، وإني يا ابن مسعود قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد ربنا لعن من لعنت يا ابن مسعود. فقال ابن مسعود لئن كنت قرأته قرآن فإنك وجدتيه. قالت وين؟ أنا قرأت القرآن من الفاتحة للناس، ما في آية تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، ما في القرآن شيء. قال لا، أولم يقل الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا من جملة ما نهانا الرسول عنه، فأنا ألعن من لعن الله ورسوله. يعني كل من لعنهم الله ورسوله فأنا ألعنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا السنة حجة، وهذه الآية أيها الإخوان وما آتاكم الرسول فخذوه تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد في القرآن له ذكر. وعلى هذا الدرب الواضح والمحجة البيضاء الساطعة سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الهدى، حتى نبغت نابغة في الأمة يقال لهم الخوارج والمعتزلة والرافضة، بدأوا يشككون الناس في حجية السنة ويأخذون ويعطون فيها، وقد أجاب العلماء عن جميع الشبه التي يستدل بها من لا يرى السنة حجة. وقد ذكرتها في كتاب الليسمة تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، ذكرت جميع الشبه التي يستدل بها من لا يرى السنة حجة، وأجبت عنها بما نقلا عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. روي عن الشافعي رحمه الله، من جميل ما يذكر، روي عن الشافعي أنه كان جالسا في المسجد الحرام يحدث الناس، فقال لهم الشافعي يوما أيها الناس لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه من كتاب الله. يقول ما تسألوني عن شيء إلا وأجيبكم عنه وأجعل دليل الحكم كتاب الله جل وعلا. فقام رجل متحذلق يسوي نفسه ذكي على الشافعي فقال يا إمام ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور وهو نوع من الحشرات؟ فقال لا شيء عليه. فقال أين هذا من كتاب الله؟ الكتاب الله ما في زنبور ولا في هذه المسألة، وانت تقول ما تسألوني عن شيء إلا أعطيكم شيئا من كتاب الله. فاستدل عليه الشافعي رحمه الله بإيش؟ بهذه الآية بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال للمحرم قتل الزنبور ويروى مرفوعا. فإذا خلاص هذه آية يعني أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالسنة، والسنة وحي من الله، والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد زكى الله أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم.
نعم، وهذا حديث أيضا أصل في الاحتجاج بالسنة والوعيد الشديد لمن ترك الاحتجاج بالسنة. وإننا لو أبطلنا السنة أن تكون حجة لأبطلنا كثيرا من أحكام كتاب الله جل وعلا. فمن أين لنا أن صلاة العصر أربع؟ هل ذكر هذا في القرآن؟ أجيبوا يا إخوان. من أين لنا أن صلاة المغرب ثلاث؟ من أين لنا أن زكاة الخارج من الأرض المأمور بها في قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، من أين لنا أنه عشر، أن حقه عشر إذا كان يسقى بلا كلفة ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة؟ من أين لنا هذا في القرآن؟ الجواب، هذه مشكلة عظيمة، لا يوجد هذا في كتاب الله. فالله جل وعلا أجمل بعض الآيات وأوكل بيانها وبيان أحكامها ومواقيتها ومقاديرها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا السنة أن تكون حجة لأبطلنا كثيرا من دلالات القرآن، لأبطلنا كثيرا من دلالات كتاب الله جل وعلا. وقوله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا دليل عظيم على أن السنة وحي من الله، وإنما أديت بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هي وحي من الله، لكنها وحي غير متلو، وحي غير متلو ولا يقرأ في الصلاة. الوحي الذي يقرأ في الصلاة هو القرآن، وأما السنة فهي وحي من الله ولكنها وحي غير متلو ولا تقرأ في الصلاة. وهذه الطائفة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث موجودون في هذا الزمان، وهم طائفة يقولون شوفوا يا جماعة ريحونا من السنة، لا تقولوا لي عن أبي هريرة ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا أنس ولا جابر، لا تقولوا لي شيء، لكن أعطوني قال الله جل وعلا، أعطوني قال الله، فإذا أردتم أن أفعل وأن أتمر وأن أمشي أعطوني آية من القرآن. لأن السنة بقيت زمنا ما دونت، ويعني فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها اختلط صحيح ونحو هذه الشبه التي يتفوهون بها ويلوكون بها ألسنتهم، موجودون عندنا في هذا الزمان أقوام لا يتحاكمون إلا إلى القرآن، وأما السنة فإنهم لا يتحاكمون. وقد كذبوا في ذلك كذبا عظيما، فإنهم لو كانوا يتحاكمون إلى القرآن لكان من جملة من الأحكام التي يثبتها القرآن بالتواتر حجية إيش؟ حجية السنة. أين أطيع الله وأطيع الرسول؟ طيب أطيع الله يعني امتثال أمر الله في القرآن، طيب أطيع الرسول وين فيه؟ طيب وما آتاكم الرسول فخذوه وين يعني من وين؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وآيات كثيرة. ولذلك هؤلاء قوم حكم عليهم أهل الإسلام بأنهم مرتدون، فالذي ينكر أصل الاحتجاج بالسنة فإنه كافر. فالسنة يؤخذ منها التشريع كما يؤخذ من القرآن التشريع. نعم. يقول الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله، وهو سني سلفي وكان حريصا على الحديث رحمه الله، يقول وقد دل الحديث على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا يوشك رجل شبعان هذا، يقول وقد دل الحديث على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة، وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين، أو إن شئت قلت هدم الدين كله، لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد منه. وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء، يعني السلام. نعم. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهي وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحيد عن طريقه ولا عن صراطه ومنهجه قيد أملة. ولا تزال الأمة بخير ما كانت مقتفية لهذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. وما حصل بلاء في البر والبحر، وما حصل شر في الأمة، ولا فساد في عقيدتها، ولا انتكاسة في تعبدها لربها، إلا بسبب الإخلال بميزان المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم، ولذلك أصل الأصول وجوب متابعة، من الأصول العظيمة
وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الخروج عن منهجه وصراطه قيد أم له. يقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. وفي الصحيح والآيات في وجوب الأمر في وجوب والأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى أزواجه فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها فابتدعوا بدعا، قال أحدهم: أنا أصلي الليلة ولا أرقد، وقال بعضهم: أنا أصوم النهار ولا أنام، وهذا إحداث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كلمته التي هي قاعدة من قواعد الإسلام العامة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يلقحون النخل، نخل لا يخرج ثمره إلا بالتلقيح، ولم يكن تلقيح النخل أمرا معروفا في مكة، فهو أمر غريب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم يلقحون النخل قال: ما تفعلون؟ قالوا: كنا نفعله، يعني شيء اعتدنا. قال: لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا. فتركوها عن التلقيح فخرجت شيصا، ما فيها ثمر المطلوب، نقص ثمرها، فذكروا ذلك له، فقال: أيها الناس، إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. والأحاديث في هذا كثيرة، وسيأتينا طرف كبير منها في كلام الشيخ إن شاء الله. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ضد المتابعة البدعة والإحداث، والقاعدة المتقررة في البدع، أو قبل أن نذكر القاعدة، لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف البدعة، وأصح الأقوال فيها أن البدعة معناها التعبد لله جل وعلا بما لا دليل عليه، فالبدعة يجب علينا أن نحذر منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور هي البدع. ويقول عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. والأحاديث في التحذير منها كثيرة جدا لا تكاد تحصر، بل إن من ابتدع في الدين فإنه يخشى عليه أن يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرب من حوضه موقوف على أهل الاتباع ويحرم منه أهل الابتداع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرد علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني، فيذادون عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأنادي أصيحابي فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمحدثة هي البدعة، بل إن المبتدع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أجمع العلماء على أن كل عمل فإنه لا يرفع إلى الله جل وعلا إلا بشرطين اثنين: أن يكون عملا خالصا لوجه الله جل وعلا، وأن يكون عملا على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو علي الفضيل بن عياض في قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال رحمه الله: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله تعالى عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولا نزال بخير ما كنا على الأثر.
فإذا السلف رحمهم الله والأدلة قبل ذلك تحذر التحذير الكبير من الإحداث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البدع مسائل وقواعد. المسألة الأولى: ما القواعد التي يعرف بها البدعة من السنة؟ ما القواعد المقررة التي يعرف بها البدعة من السنة؟ ما القواعد التي يعرف بها البدعة من السنة؟ أقول: لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك جملا طيبة من القواعد. القاعدة الأولى: كل إحداث في الدين فهو رد، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمراد بالإحداث هنا أي الاختراع، فكل من اخترع قولا أو عبادة أو فعلا أو عقيدة لا دليل عليها فهي رد عليه، أي مضروب بها في وجه غير مقبول عند الله جل وعلا. فإذا أول شيء تعرف به البدع أنها موصوفة بأنها أمر محدث ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفها الشارع بأنها محدثات، يعني أشياء مبتدأة ليس عليها دليل من الشرع. القاعدة الثانية: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخترع عبادة إلا وعليها دليل من الشرع. القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة والمقدار. الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة والمقدار. وبناء على ذلك فمن قيد عبادة بزمان معين فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد، ومن قيد العبادة بصفة معينة يتعبد لله بها فإننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذه الصفة، ومن قيد العبادة بمكان معين فإننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا التقييد، لأن الأصل هو الإطلاق، وهو يريد أن ينقلنا عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ومن القواعد التي يعرف بها البدع قولهم: كل عبادة لا يعرفها الصحابة فهي بدعة. كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي هل كان على عهد الصحابة؟ الجواب: لا. إذا ما عرفها الصحابة فهي بدعة، حتى وإن قالوا نحن نحب ونوقر، كل هذا كلام فاضي. المهم: هل كان موجود في عهد الصحابة؟ هل قام به الصحابة؟ الجواب: لا. إذن هذا بدعة. كذلك البناء على القبور، هل كان في عهدهم؟ الجواب: لا. إذن هو بدعة. التبرك بتراب أصحاب القبور، هل كان على عهدهم؟ الجواب: لا. إذن بدعة. الصدقة في المقابر، هل كانت على عهدهم؟ الجواب: لا. إذن هي بدعة. وهكذا إضاءة المقابر وإسراجها وزخرفتها وتجميلها، هل كان على عهدهم؟ الجواب: لا. إذن هذه بدعة، أمور بدعية. لا تحط على جدار المقبرة لا بلك ولا رخام ولا سيراميك ولا تحط عليها شيء. المقبرة تذكر بالآخرة، لا تزخرف زخرفتها للدنيا. بعض الناس إذا زار المقابر ذكرته بالدنيا من جمال جدرانها ومن جمال ترتيبها وتنسيقها وغرس الأشجار فيها، ودك ما عاد يزورها. أن المقبرة من أمور الآخرة، خلها للآخرة، لا تزخرف زخرفتها للدنيا، ولا تصفر ولا تحمر ولا تنقش ولا تكتب. هذا ما كان على عهد، هذه قاعدة طيبة. أي عبادة محدثة اسأل بس أنت، هل كانت على عهد الصحابة ولا لا؟ إن كانت عبادة عرفها الصحابة فقل هي عبادة. ما في شيء من العبادات محدث بعدهم، كل ما أحدث بعدهم فليس من سبيلهم. ومن القواعد التي تعرف بها البدع: كل ما ليس على عهد النبي دينا فليس بعد عهده من الدين. كل ما لم يكن في عهده من الدين فلا يكون بعد عهده دينا، أبدا. ما يمكن أبدا. كيف يكون بعد عهده من الدين ما ليس من الدين في عهده؟ الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ من الدين فلا يكون بعده من الدين. فالاحتفال بالمولد وقراءة السيرة والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وصلاة الرغائب والصلاة الألفية وإحياء ليلة النصف من شعبان، كل هذه من الأمور التي لم يكن فعلها معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون دينا في العصور المتأخرة وليس دينا في العصور المتقدمة. الدين واحد،
صح ولا لا يا جماعة؟ هذه القاعدة معروفة عن الإمام مالك رحمه الله، يقول قول قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال: ما لم يكن يومئذ من الدين فليس بعده يكون دينا. هذه قاعدة طيبة. ومنها أيضا من القواعد التي تعرف بها البدعة: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، لأن من أهل البدع من يستدل على بدعته بآية من القرآن أو حديث صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يضيف على هذا الأصل شيئا لا دليل عليه، فإذا أنكرنا عليه وصفه استدل لنا بالأدلة التي تثبت الأصل، فيأتي طالب العلم ويقول: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فأنا أمنعك باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. كالذين يقرؤون الفاتحة عند سماع أسماء الأموات، إذا مر اسم ميت عندهم قالوا: الفاتحة على روح الميت، ويبدأون يقرؤون الفاتحة. وإذا أنكرت عليهم ذلك قالوا: الفاتحة هي أعظم سورة، يبدأون يستدلون لك بالأدلة الصحيحة ولكنها تدل على أصل فضل الفاتحة، فقل: إن دليل الأصل للأصل، وأنا ما أنكرت أصل فضل الفاتحة، وإنما الذي أنكره هو اعتقاد مشروعية قراءتها عند سماع أسماء الأموات، فأين الدليل على هذا الوصف؟ فلا تأتيني بأدلة الأصل، صح ولا لا؟ لا تأتيني بأدلة الأصل. هذه من أعظم القواعد ومن أجمل القواعد التي أرددها في دروسي كثيرا لعظم بركتها على الناس، بل هي من القواعد والأصول العظيمة العامة عند أهل السنة والجماعة، أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بأصله. ومن الأحكام التي تعرف بها البدعة من السنة قاعدة تقول: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فأهل البدع يقومون ببدعهم على أنها إما واجبة أو مستحبة، هم يفعلون هذه البدع على أنها واجبة أو مستحبة، والإيجاب والاستحباب حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فمن أحدث شيئا في دين الله فإننا نطالبه بالدليل الشرعي الدال على هذا الأمر، فإن جاءنا به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فلا حياه الله ولا بياه ولا أهلا ولا سهلا ولا نقبل كلام أبدا، لأن إثبات الحكم الشرعي موقوف على تقرير الدليل الشرعي. جاء الدليل أخذنا به، لم يأتي الدليل ما أخذنا، ما نأخذ به. فليس دين الله مفتوحا لك بل هب ودب كل يثبت فيه ما يشاء، لا، دين الله لا يؤخذ إلا من مصدرين: من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا مما يعرف به البدعة من السنة: كل فهم في الأدلة يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل، فإنه باطل. ولذلك نحن نبطل تحريف أهل التمثيل لنصوص الصفات، لأنه فهم بني على خلاف فهم السلف، ونبطل فهم الرافضة في النصوص التي تمدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم بني على غير فهم السلف، ونبطل فهم القدرية والجبرية في نصوص إثبات القضاء والقدر، لأنه فهم بني على غير فهم سلف الأمة وأئمته. هذه قاعدة عندك احفظها: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. ومن القواعد أيضا العظيمة في باب البدعة: كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. الطواف حول القبور من الأفعال التي توفر فسبب فعلها، فالمقابر كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وكان هو يأتي إلى القبور ويزور القبور ويسلم على أهلها، فلو كان الطواف حول القبور مشروعا لفعله لتوفر أسبابه، لكن لماذا تركه مع توفر أسبابه؟ تركه لأنه ليس من شريعته، ليس الطواف على القبور من شريعته.
فلا يأتينا أحد يقول والله الطواف حول القبور من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، نقول لا، لأن الطواف حول القبور فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فإن المشروع فالمشروع تركه. الموالد التي هي على مدار أيام العام الله يكشفه، كل يوم مولد، هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اليوم الثاني مولد السيد البدوي، مولد مولد العيدروس، مولد الثالث مولد الحسين، وراحت أيام العام كلها في موالد. يوم كثر الأولياء والصالحون عندهم ها وخلصت 360 يوم، بدأوا يضعون مولدين في يوم واحد، شو يسوي؟ ضرورة لها أحكام. وكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطة، لا موالد ولا خرافات ولا أعياد ميلاد، وكل هذه من الخرافات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وليس عليها أثارة، وليس عليها أثارة من علم. صلاة الرغائب وإحياء ليلة النصف من شعبان يدخل في ذلك كل أصناف الأذكار البدعية، الأذكار الجماعية والأذكار التي تكون في أدبار الصلوات، وضرب الدفوف ها والتمايل عند الأذكار يمين وشمال، فهذه الأمور كلها موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الدف كان موجود، وحلقات الأذكار كانت تعقد على عهد الصلاة، ومع ذلك ما قال أعطونا الدف ونضرب. هذه قاعدة طيبة يا شيخ، كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن المشروع تركه. ومن القواعد التي يعرف بها السنة من البدعة، لا مدخل للعادات في أمور التشريع مطلقا، لا مدخل للعادات في أمور التشريع، أي أن العادات الموروثة إن كانت مخالفة للشرع فإنه يجب اطراحها وإلغاؤها وإبطالها واستبدالها بالمشروع، ولا يجوز الاحتجاج على منكرها بأنها من عوائده ومن سلومه ومن الأشياء التي ورثها عن قومه، العادات والسلوم والتقاليد والأعراف يسمونها سوالف البادية وغيرها، هذه كلها لا يجوز أن يعتمدها الإنسان إذا كانت مخالفة لشريعة الله جل وعلا. آخر قاعدة عندنا، الدين مبني على الاقتفاء والاتباع، عفوا، الدين مبني على الهدى والاتباع لا على الهوى والابتداع. الدين مبني أو مبناه على الهدى والاتباع لا على الهوى والابتداع، لا على الهوى والابتداع. مسألة، هل البدع تتفاوت في أحكامها؟ الجواب نعم. عندنا من البدع ما يوجب كفر صاحبه ويسميها أهل السنة البدع المكفرة، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله وسؤال غير الله جل وعلا والنذر لغير الله، هذه من البدع المكفرة تخرج صاحبها إذا وقع فيها من أصل الدين بالكلي. ومن البدع ما هو مفسق، فإذا البدعة قسمان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. طيب مسألة، كيف نتعامل مع أهل البدع؟ هل نصلي وراء أهل البدع؟ هل نتزوج منهم؟ هل نحبهم؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف نوع بدعته التي جاء بها. فإن كانت هي البدعة المكفرة فإننا نعامله معاملة الكفرة، وأما إن كانت بدعته مفسقة فإننا نعامله معاملة فساق أهل الملة. وعندنا في ذلك قاعدة ولي فيها رسالة، القاعدة تقول يعامل صاحب البدعة المكفرة معاملة الكفرة، يعامل صاحب البدعة المكفرة معاملة الكفرة، ويعامل صاحب البدعة المفسقة معاملة فساق أو عصاة الموحدين، يعامل صاحب البدعة المكفرة معاملة الكفرة، ويعامل صاحب البدعة المفسقة معاملة عصاة الموحدين. اعلموا أيها الإخوان أن هناك من البدع ما يتعلق بالاعتقاد، ويسميها العلماء بدع اعتقادية، كبدعة الممثلة وبدعة المعطلة وبدعة الجهمية والمرجئة، هذه بدع اعتقادية. وهناك من البدع ما يسمى البدع العملية، البدع العملية. أيهما أعظم وأشد، الاعتقادية ولا العملية؟ الاعتقادية أعظم خطرا على الأمة من البدع العملية.
مسألة: هل في البدع شيء حسن؟ هل في البدع الشرعية شيء حسن؟ الجواب: لا، ليس في البدعة الشرعية شيء يوصف بأنه حسن، فلقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما على كل بدعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذه كلية عامة لا يخرج عنها شيء من أنواع البدع مطلقا، ولا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل، لأن الأصل بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه إلا بنص من الشرع. مسألة: ما الفرق بين البدعة والمعصية، وأيهما أحب إلى إبليس؟ ما الفرق بين البدعة والمعصية، وأيهما أحب إلى إبليس؟ الجواب: الفرق بينهما أن العاصي يقدم على المعصية وهو معترف بأنها حرام، وأما المبتدع فإنه يقدم عليها وهو يظن أنها عبادة. أرأيتم الفرق ولا لا؟ عرفت الفرق ولا لا؟ فالإنسان إذا كان في الذكر الجماعي الذي هو بدعة، هو يرى أنه الآن يحقق ماذا؟ عبادة لله وقربة لله جل وعلا. لكن اللي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر تلقاه يتوزع عن الناس. ليش؟ لأنه ليس يعتقد أنها قربة ولا طاعة، وإنما هو يقدم عليها مع اعتقاده بالحرمة. فأيهما أقرب إلى التوبة، العاصي ولا المبتدع؟ العاصي أقرب إلى التوبة من أهل البدع. ولذلك لو قارنت بين التائبين من العصاة والتائبين من أهل البدع لوجدت أنه لا مقارنة، التائبون من البدع قليل مقارنة بالتائبين من المعصية. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن العاصي يقدم عليها وهي قبيحة عنده، وأما المبتدع فهو يقدم عليها وهي محبوبة عنده، ولذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ولذلك فحظوظ الشيطان منا عدة أمور: أول شيء يطلب منا أن نقع في الشرك، إذا لم نقع في الشرك الأكبر دعانا إلى الوقوع في الشرك الأصغر، وإذا عجز عنا دعانا إلى الوقوع في البدعة، وإذا عجز عنا دعانا إلى الوقوع في الكبائر، وإذا عجز عنا دعانا إلى الوقوع في الصغائر، وإذا عجز عنا في الصغائر دعانا إلى ترك الأعمال الفاضلة والاشتغال بالأعمال المفضولة. أعوذ بالله منه ومن كيده ومكره. فإذا البدع يجب الحذر منها على وجه الإجمال والتفصيل. وإن المبتدع إذا ابتدع بدعة فليعلم أنه مستدرك على الله ورسوله، لأنه يزعم أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذه العبادة من الدين وليس عليها دليل، فكأنه يستدرك على الله، يقول: يا الله، بقيت هذه، أنت قلت اعبدوا وصلوا، لكن بقيت هذه هي عبادة ولم تنبهنا عليها. كأنه يستدرك على الله، أو كأنه يتهم الرسول بأنه كتم شيئا من الشرع. فإذا المبتدع على حافة خطيرة وعلى هاوية ساحقة في اتهام الله جل وعلا وإساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدين قيامه على الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. نعم. كل هذه الأدلة التي سيذكرها الشيخ كلها تدل على الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. نعم.
والمراد بالبيضاء أي الملة والحجة والمحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا. نعم. والمحدثات جمع مفرده محدثة، والمراد بها البدعة، فإذا أطلق الشارع المحدثات فيراد بها البدعة. يعني ما معنى بدأ الإسلام غريبا؟ يعني أنه بدأ على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الفرد والفردين والاثنين والثلاثة والأربعة، وكانوا يطردون في جبال مكة ويتابعون ويعذبون، فكان غريبا في أول أمره، ثم انتشر حتى عم أرجاء الدنيا كلها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، فلا وسيبقى هذا الإسلام حتى يدخل في كل بيت. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، ثم سوف يتناقص الإسلام في آخر الزمان بعد ذلك حتى يعود غريبا كما بدأ، فيبقى على الطائفة الصغيرة القليلة في أعدادها وأفرادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالإيمان انطلق من المدينة، وجحافل الإسلام التي أعلنت الدعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى دينه انطلقت من المدينة، وسيعود الإيمان منها كما بدأ منها. نعم. فطوبى للغرباء. قال ابن عباس: معنى طوبى أي فرح وقرة عين، وقال عكرمة: نعم ما لهم، وبعضهم فسرها بأنها شجرة في الجنة، وبعضهم فسرها بأنها هي عين الجنة، لأن من أسماء الجنة طوبى، من أسماء الجنة طوبى. يقول النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: وظاهر الحديث، بدأ الإسلام غريبا، قال: وظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في أحد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة أيضا كما بدأ. نعم. وصححه النووي، ها، ولكن ضعفه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بعدة علل فليرجع إليه. وهذا الانقسام أيها الإخوان إنما هو في أمة الإجابة لا في أمة الدعوة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة هم الذين جاءوا بعد بعثته ولم يدخلوا في أصل دينه، كاليهود والنصارى الموجودين عندنا في هذا الزمان، هؤلاء من أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين سبق لهم إسلام وشهادة، فأمة الدعوة كثر، ومع ذلك فأمة الإجابة أقل منهم. وأمة الإجابة سوف تنقسم على 73 فرقة، 72 منها كلها هالكة في النار،
وواحدة منها هي الناجية وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الذي يدعو إلى الخير فله أجر دعوته وأجر جميع من امتثل دعوته حتى يوم القيامة، والذي يدعو إلى الشر عليه إثم دعوته وإثم جميع من قبل دعوته وظل بدعوته. وهذا هو المراد بقول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهم يعذبون على كفرهم، ولكن لماذا زادهم الله عذابا؟ لأنهم صدوا عن سبيل الله. وإني كلما مررت على هذا الحديث الذي سأذكره يعني أستغرب يعني كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا الرجل سيبعث يوم القيامة وفي صحيفته كم من دم حرام، سوف يعاقب على كل دم تراق في الأرض ظلما. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من عرف الناس بالقتل وإزهاق الروح هو هذا الولد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، قصة معروفة في سورة المائدة، في سورة المائدة: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أعوذ بالله، لأنه أول من سن القتل. نعم. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لأن فيه رجلا يقال له كثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله، وهو ضعيف جدا. أذان يلا. نعم، هذه يبين فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الأسباب التي انتشرت بسببها الفتن ومنهج المسلم عند ظهور الفتن. فإذا سألتكم أيها الإخوان وقلت: ما الأسباب التي بسببها انتشرت البدع والأهواء؟ ما الأسباب التي بسببها انتشرت البدع والأهواء؟ فتقولون: الأسباب كثيرة، منها الجهل بالشرع وهو أعظم الأسباب. فبسبب الجهل كثرت البدع وانتشرت وتفاقم شررها وضررها بين الناس. ومنها أيضا اتباع الهوى، فكثير من أهل البدع يعلم الحق ولكنه يترك الحق ويصر على بدعته بسبب ماذا؟ بسبب اتباع الهوى والعياذ بالله. فكثير من أهل البدع قد حصلوا أموالا طائلة بسبب هذه البدع، ولا لا؟ مثل شيوخ الرافضة، الخمس يروح في مخبى الشيخ المعمم ذا، بنوا قصور في بريطانيا وبنوا. تجي تقول لهم السنة هذا خطأ، وين أنتم؟ دور غير هذه، هذا باب رزق افتحها الله لهم. فهو لا يريد أن يرجع إلى الحق لأنه يتبع هواه وشهوته في تحصيل المال، في تحصيل المال. ومن الأسباب العظيمة، أنا أذكر لكم فقط أسباب أعظم الأسباب، ومن الأسباب العظيمة اتباع المتشابهات وترك المحكم. فهذا سبب عظيم به ظل كثير من الطوائف لأنهم اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات. ومن أسباب الضلال معاندة الحق وعدم قبوله أول مرة، فإن من عرض عليه الحق أول مرة ورده وأباه فإن الله يعاقبه بأن يقفل قلبه عن قبول الحق مرة ثانية. يقول الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
فإذا عقوبة لهم على رده أول مرة أقفل الله قلوبهم فلم يؤمنوا به ثاني مرة. قل الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن أسباب البدع عدم قصر أمور الاعتقاد على الكتاب والسنة، هذا من الأسباب التي انتشرت بها البدع أيضا. يعني من أهل البدع من يعتمد على عقله ويترك الكتاب والسنة، ومنهم من يعتمد على المرويات الضعيفة والنقولات الواهية، ومنهم من يعتمد على المكاشفات والأذواق وغير والمواجيد وغير ذلك. ولكن من اقتصر على هدي الكتاب والسنة فإنه لن يقع في شيء من البدع. مسألة مهمة: ما الواجب على المسلم عند ظهور الفتن؟ ما الواجب على المسلم عند ظهور الفتن؟ الجواب: لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملا كثيرة يبين أهل العلم فيها المنهج السليم الذي يجب سلوكه عند ظهور الفتن وانتشارها. من هذه المناهج: الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن من اعتصم بالكتاب والسنة فقد تشبث بحبل النجاة بإذن الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنتي. والأمر الثاني: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لا يشذ الإنسان عن الجماعة والإمام لا بقول ولا برأي ولا بفتية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول في الحديث الذي أخرجه النسائي: يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الثالث: رد الأمر المتنازع فيه والفتنة إلى أولي الأمر، إلى أصحاب العلم. يعني أن نلتف حول علمائنا، حول علماء أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لنا أن نطلب أحكام هذه الفتنة وأحكام هذه النازلة من محلل صحفي أو من خرتيت سياسي، لا، وإنما نطلب حكمها وبيان حكمها من الكتاب والسنة. قل الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ومن الأمور التي يتعامل بها المسلم مع الفتن حبس اللسان، حبس اللسان وكفه عن الخوض في هذه الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيل. فإن الفتن كالظلم والغياهب التي تعمي البصر والبصيرة، فالواجب على من نصح نفسه ألا يصدر شيئا من الأحكام في هذه الفتنة حتى تنجلي وتبين أحكامها، فحينئذ ينزل الأحكام على بصيرة وهدى ونور من الله جل وعلا. فكم من طويل بعلم استعجل بالكلام في بعض الفتن فندم وصفق بكفه على ما رأى من الأثر السيء في هذه الكلمة. فالواجب علينا أن نترفق معاشر الطلبة وألا نصدر أحكاما في أزمنة الفتن، أزمنة الفتن لا تصدر فيها أحكاما. ومنها أيضا مجانبة الفتن واعتزالها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذلك من أعظم الفتن التي يبتلي الله بها عباده الدجال، الدجال. ولذلك ونحن مأمورون أن نعتزل الدجال وأن ننأ عنه في الجبال. فالإنسان لا ينبغي أن يعرض نفسه للذهاب للفتنة بيديه ورجليه، لا يا أخي، اعتزل الفتنة، اعتزل الفتنة. رأيت أناسا يتظاهرون ومجتمعين والدوريات حولهم، لا تروح تقط خشمك معهم، مش تدور الفتنة أنت، اعتزل عنهم، اعتزل عنهم. رأيت أناسا يجتمعون على بدعة أو على منكر، ابتعد عنهم، لأن هذه فتنة. فالفتن يجب عليك أن تبتعد عنها، استغفر الله. ومنها أيضا الإقبال على تزكية النفوس بالعبادة، فإن العبادة في زمن الفتن أعظم أجرا عند الله من العبادة في زمن الأمن. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك قول الله جل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج، والهرج هو الفتنة، كثرة القتل الذي يكون في الفتنة. فالإنسان عليه أن يقبل على تزكية نفسه في قيام الليل وصلاة الضحى وكثرة الذكر، ويشغل نفسه بذكر الله جل وعلا، لا يشغل نفسه بالقيل والقال وكثرة الاطلاع والتحليل وسماع المحللين. أشغل نفسك بذكر الله جل وعلا حتى تنجو من هذه الفتنة. ومنها وهو آخرها أيها الإخوان الترفق في الأمور وخصوصا في إصدار الأحكام، فإن الفتن يكثر فيها الهرج والمرض، ويكثر فيها القيل والقال، وتكثر فيها التصريحات، وتتفنن وسائل الإعلام ها في التدليس
وفي وضع العناوين العريضة التي تشغل الناس، وتتفنن كذلك في نشر الأراجيف والإشاعات وإخافة الناس، فعلى الإنسان أن يكون مترفقا في مثل هذه المواضع. نعم. صدق رحمه الله ورضي الله عنه. هذه الأمور الثلاثة من أعظم ما يهدم به الدين. تجد أن كثيرا من الناس يخالف الأمور المشروعة ويحتج بزلة العالم، فزلة العالم ليست بالسهلة وليست بالهينة. زلة العالم تضرب لها الطبول وتوضع لها العناوين الكبيرة في وسائل الإعلام. فما إن يزل عالم بفتية أو زلل أو خطأ أو يجد عليه العامة خللا إلا ويفضحونه فضيحة عظيمة، ويتلف كثير من الإسلام بسبب زلة العالم. وما تلك الفتاوى التي حقها أن تسمى فساوى أكرمكم الله، ها، إلا أثر من آثار زلة العالم. فتاوى في الإنكار على من صام يوم عرفة، وفساوى في الإنكار على من على قضية الاختلاط وعلى قضية قيادة المرأة وتأنيث المحلات، كل هذه صدرت من فتاوى، من فتاوى. هذه زلة عالم هدم بها كثير من الدين. والأمر الثاني قال جدال المنافق بالكتاب، وهو جدال أهل البدع. يأتيك الرجل من المنافقين وأهل البدع ويزين باطله بزخرف من القول غرورا مما توحي به له أبالسته وشياطينه. والأمر الثالث حكم الأئمة المضلين، أئمة السوء، ملوك الجور. فالإسلام يهدم بمثل هذا. هؤلاء الثلاثة هم عوامل هدم الدين: زلة العالم، علماء السوء، ها، وجدال أهل النفاق بالباطل، وملك ظالم يهدم الدين في بلده، يسجن العلماء ويفصلهم من وظائفهم ويبعدهم عن الساحة وعن مخاطبة الناس ويمنعهم من الخير ويمنعهم من دعوة الناس. هذا كله هدم للدين، يستغل سلطته في هدم الدين. ألا لا كثر الله هؤلاء. والمراد بالقراء يعني طلبة العلم، طلبة العلم الذين أقبلوا على تعلم القراءات والفقه. صحيح. نعم، هذا مجمع عليه بين العلماء، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الإسناد منقطع، فقد ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله، الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لكن كل ما فيه صحيح. فتلك الصفات صادقة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا كاملا. وقد تكلمنا سابقا على أن الواجب على الإنسان أن يفهم الأدلة على فهم سلف الأمة، وأن يقتفي السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في تعبداتهم وأقوالهم وأعمالهم ومناهجهم. نعم. يتدارؤون في القرآن. أول ما نزل القرآن أنزله الله جل وعلا على سبعة أحرف، وقد كان الناس مأمورين أن يقرأوا القرآن على هذه الأحرف السبعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابي فيقرئه على حرف، بينما يأتيه الصحابي الثاني ويقرئه على حرف آخر، فإذا خرج الصحابيان